Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس حقيقة مهم جدا لأي طالب مبتدئ أو حتى درس اللغة الإنجليزية وما زال يجد صعوبة في أن يتحدث اللغة الإنجليزية مع الآخرين ويقول أن اللغة الإنجليزية صعبة. ما زال هناك البعض يقول يا أستاذ حقيقة الإنجليزية صعبة، لا أستطيع أن أتحدث. اليوم إن شاء الله سأثبت لكم جميعا أن الإنجليزية سهلة جدا، وسندرس اليوم ما يقارب 50 سؤال في وقت قصير جدا. ركز معي، كل ما تحتاجه هو أن تحفظ معي الدرس الذي سأحدثك عنه اليوم، مجموعة من الأسئلة احفظها عن ظهر قلب، وأضمن لك أنك إن شاء الله ستتحدث اللغة الإنجليزية مع أي شخص وبشكل متمكن جدا. ركز معي وافهم السر الذي لا يعرفه أغلب الناس. الآن أمام السبورة لديكم 5 أسئلة، ثم سنقوم بدمج أيضا مقطع آخر مكون من 5 أسئلة، يعني ستكون الإجمال 10 أسئلة، لكن في الحقيقة هي ليست 10 أسئلة، لأننا سنقوم بتغيير كل سؤال بإضافة أو تغيير كلمة واحدة في السؤال، وبالتالي سيصبح كل سؤال سنحوله إلى 5 أسئلة عن طريق تغيير كلمة واحدة. فلنضرب لكم أمثلة. الآن عندنا السؤال الأول حتى تفهموا ما هو الهدف من هذا التمرين. السؤال يقول Why do you ask؟ هذا السؤال من الأسئلة الشائعة في اللغة الإنجليزية، عندما يسأل أحدهم الآخر فيقول له لماذا تسأل؟ Why do you ask؟ لماذا تسأل؟ Why do you ask؟ Why لماذا؟ ودو فعل مساعد يدل على المضارع البسيط، أي بمعنى يوميا أو في العادة. ويو السؤال موجه لك أنت الذي أمامي، وask تسأل. نحن نستطيع أن نغير هذه أو هذا السؤال فنقول Why do you say that؟ لماذا تقول ذلك؟ Why do you say that؟ لماذا تقول ذلك؟ يعني بدل ما كان السؤال Why do you ask؟ يعني نفترض أنك حفظت هذا السؤال. ركز معي يا أخي يا أختي حتى تستفيد من الفكرة التي أريد أن أوصلك إياها. أنت حفظت Why do you ask؟ Why do you ask؟ واحد يقول يا أستاذ مراد أنا حقيقة بالإنجليزية ضعيف جدا، افهمني يا أستاذ مراد، قدر ظروفي ووضعي، أنا حتى الحروف عندي فيها مشكلة. اسمعني، أنا لا أريد أن أحلف ولا أدخل الحلف بالفيديوهات، أنا أكاد أجزم لك أنك لو استوعبت درس اليوم فهو كفيل أن يجعلك تتحدث اللغة الإنجليزية مع الآخرين بشكل جيد جدا. افهم فكرتي ولا تحاول أن تحبط نفسك قبل أن تسمع الفكرة، ركز على كلامي. حتى لو افترضنا أنك أنت عندك النطق أو القراءة أو غيره أو الأساسيات تعبانة في اللغة الإنجليزية، كل ما عليك أن تعمله أن تحفظ فقط الصوت، حتى الصوت Why Why Why، تعيدها، تعيد تكرار هذا الكلام. يعني خليني أعطيكم حقيقة هذا السر، أنا بستخدمه مثلا حتى عندما أسافر. يعني حتى لما أردت أن أسافر إلى تركيا قبل أن تأتي هذه المشاكل الحالية اللي موجودة ومنع السفر، دخلت أنا إلى جوجل وكتبت أشهر الأسئلة والعبارات التي أنا أحتاجها عندما أريد أن أسافر إلى تركيا. يعني مثلا بكم سعر هذا، 1 2 3، وكتبتهم في ورقة عندي. يعني مرحبا موجود بالتركي أصلا بالعربي أيضا مرحبا، وأخذت مجموعة وقمت بعملية، كنت بدأت أحفظهم عشان لو سافرت تركيا. هم لا يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل كثير كما يعني خبرني أصدقائي، فأحتاج اللغة التركية، فحاولت أن أخذ أكثر الأسئلة التي أحتاجها. نفس فكرة اليوم. فأنت ركز معي، لا أريد أن أدخل في تفاصيل ودهاليز لإضاعة الوقت. أنت احفظ السؤال بهذا الشكل Why do you ask؟ Why do you ask؟ Why do you ask؟ احفظه بهذا الشكل
وعندما تكرر لسانك ستحفظه. الخطوة التالية بعد ما أنت تحفظ هذا السؤال، قم بتغيير فقط كلمة ask اللي هو تسأل. Why do you say that؟ لماذا تقول ذلك؟ Why do you say that؟ لماذا تقول ذلك؟ Why do you want to leave؟ لماذا تريد أن تغادر؟ Why do you want to leave؟ لماذا تريد أن تغادر؟ Why do you want to leave؟ Why do you think so؟ لماذا تعتقد ذلك؟ Why do you think so؟ Why do you think so؟ عندما تقوم أنت بحفظ why do you، why do you تكررها، ستقوم فقط بتغيير كلمة واحدة. Why do you think so؟ لماذا تعتقد ذلك؟ يعني أنت تحتاج هذا الكلام، يعني أنت هتحفظ مجموعة اليوم إن شاء الله 50 سؤال كما أخبرتك. Why do you insist؟ لماذا تصر؟ شوف why do you كما هي، غيرت insist، want to leave، say that، why do you think so، لماذا تعتقد ذلك، why do you ask، لماذا تسأل. خمسة أسئلة حولنا من 1 2 3 4 5، خمسة. يعني المفروض أنك أنت الآن لا تنظر للموضوع بشكل أنه خمسة أسئلة وصعبة، لا، تنظر إليها أنها خمسة كلمات، اللي هي هذه الكلمات. Why do you كما هي، Why do you ask، Why do you think so، Why do you say that، Why do you want to leave، لماذا تريد أن تغادر، Why do you insist. طبعا إن شاء الله لو معك كلمات أخرى ممكن تضيفها، إذا أراد أنا قال يقول لك مثلا أريد أن أكل سمك فتقول له Why do you want to eat now، لماذا تريد أن تأكل الآن. لا أريد أن يعني نطولها، لكن ننتقل إلى السؤال الذي يلي. What do you think؟ هذا السؤال يعني ماذا تعتقد أو ما هو رأيك، يستخدم للرأي، ما هو رأيك. What do you think؟ What do you think؟ احفظه كما هو، حتى لو أنت لغتك الإنجليزية ضعيفة، حتى لو ما تعرف تقرأ، حتى لو أن أنت تقول ذاكرتي ضعيفة، ما فيش مشكلة، احفظ لي إياه وكرره. What do you think؟ What do you think؟ What do you think؟ احفظه مع نفسك. What do you think؟ What do you think؟ What do you think؟ ثم غير think. What do you want؟ ماذا تريد؟ شوف الكلمات هتنعاد معاك لأنه want هنا أيضا موجودة. What do you want؟ ماذا تريد؟ What do you want؟ وإن شاء الله عندما تحفظ مثل هذه الأسئلة فيأتي شخص إليك أنت السؤال خلاص أنت عارف أنه What do you want؟ معناتها ماذا أنت تريد؟ What do you want؟ What do you want؟ ثم تغيره. What do you study؟ ماذا تدرس؟ What do you study؟ What do you study؟ What do you study؟ What do you think؟ ما رأيك؟ What do you want؟ ماذا تريد؟ What do you study؟ ماذا تدرس؟ What do you play؟ ماذا تلعب؟ ها؟ What do you come؟ What do you think؟ What do you want؟ What do you study؟ What do you play؟ What do you drink؟ أحدهم يقول لك أنا أذهب في المساء إلى الكافيه، فتقول له أنت في العادة What do you drink؟ إيش بتشرب يعني؟ What do you drink؟ What do you drink؟ What do you eat؟ ماذا تأكل؟ أو يخبرك أنه يشاهد التلفاز أو الأفلام الأمريكية، فتقول له What do you watch؟ What do you watch on TV؟ أو تستطيع أن تقول فقط What do you watch؟ What do you watch؟ What do you study؟ What do you want؟ What do you think؟ What do you play؟ قم فقط بتغيير كلمة واحدة. أما السؤال What do you كما هو، التغيير 1 2 3 4 5 6، حتى خمسة أو ست كلمات. السؤال الذي يلي When do you sleep؟ When متى، Do you أنت sleep تنام، When do you When do you study؟ متى أنت تدرس؟ When do you drink coffee؟ متى تشرب القهوة؟ When do you play football؟ متى تلعب كرة القدم؟ When do you watch TV؟ متى تشاهد التلفاز؟ When do you work؟ متى تعمل؟ إذن الكلمات كما لاحظت تتكرر.
كل ما عليك عمله انك في البداية هتتعب فقط في حفظ السؤال، ولو لاحظت ان السؤال هو do you do you do you do you do you اللي بيتغير فقط why لماذا what ماذا when متى which ايهما how long كم المدة فقط. فأنت ركز على الأسئلة اللي هتحفظه why do you what do you why do you ask لماذا تسأل what do you think ما هو اعتقادك when do you sleep متى تنام which do you like more احفظ السؤال بهذا الشكل ويقصد بهذا السؤال أيهما أنت تحب أكثر which أيهما أو أي شيء do you نفس do you في الأعلى which do you like like معروف أنها تحب which do you like more أيهما أنت تحب أكثر which do you like more which do you like more ها حاول انك يعني تحفظه كما هو which do you like more which do you like more ثم ضع هنا ايهما انت تحب اكثر الفيش السمك ام الميت اللحم سبين اسبانيا اور يو كي المملكه المتحده باريس اور كذا كذا يعني ضع الاشياء التي يعني تريد ان تكتبها انت وعلى حسب اختيارك reading or writing swimming or playing football football ولا basketball volleyball ضع الذي تريده يعني انت في الاول والاخير تستطيع ان تحول الى خمسة 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 ثم هنا how long do you need to fix it هذا السؤال يعني كم الوقت كم المدة you know, how long محدد كم المدة how long do you need كم المدة التي انت تحتاجها to fix it حتى تصلحها نستطيع أن نغير هذا السؤال كما لاحظتم فنغير بدل fix اللي هو إصلاح إصلاح السيارة أو إصلاح الساعة أو إصلاح أي جهاز فقد تقول how long do you need how long do you need to finish كم الوقت اللي تحتاجه حتى تنتهي مثلا من your work من عملك how long do you need كم المدة التي تحتاجها to مثلا buy أنت تقول لي أنك سوف تذهب للشراء كم الوقت اللي تحتاجه حتى تشتري هذه الأشياء How long do you need to buy your clothes ملابسك How long do you need كم الوقت الذي تحتاجه to go حتى تذهب إلى مثلا السوبر ماركت احنا منتظرينك فلا نعرف كم الوقت الذي تحتاجه حتى تذهب لشراء الأغراض How long do you need to buy to go to visit to fix to finish واضح؟ هذه كانت خمسة أسئلة نعيدها وأحاول أن أحفظكم إياها الآن نعم حاول أن تحفظها معي الآن يلا Why do you ask? Why do you ask? Again Why do you ask? لماذا تسأل؟ وقد تستطيع أن تغيرها كما أخبرناك What do you think? What do you think? ما هو رأيك؟ أو ماذا يعني تعتقد حول الموضوع الفلاني يعني في موضوع حصر فأنا أسألك عن رأيك What do you think ما رأيك What do you think خلاص احفظها What do you think What do you think When do you sleep When do you sleep متى تنام تغيرها When do you work متى تعمل When do you come back متى ترجع هذا بعدين Which do you like more أيهما أنت تحب أكثر Which do you like more? احفظها. How long do you need? How long do you need? How long do you need? كم المدة التي تحتاجها to? ثم غير الفعل fix, finish حتى تنتهي. How long do you need to send حتى ترسل هذا الموضوع أو finish تنهي هذا الموضوع. أعتقد أنه هذه الخمسة الأسئلة تحولنا كل سؤال إلى خمس أسئلة الآن نأخذ خمسة أسئلة أخرى طبعا البعض يقول ابتعد عن الصبورة سأبتعد وأدمج لكم المقطع الآخر أو ننتقل للمقطع الآخر مرحبا بكم إلى الجزء الثاني للخمسة الأسئلة الأخرى والتي كما أخبرتكم سنقوم بعملية تغييرها Are you upset? Are you upset? هل أنت زعلان؟ هل أنت متضايق؟ وكما أخبرتك تستطيع أن تحفظها كما هي
Are you upset? Are you upset? Are you upset? ثم تغير. Are you worried? هل أنت قلقان? Are you worried? Are you tired? هل أنت متعب? Are you tired? Are you lazy? هل أنت كسول? هل أنت كسول? Are you married? هل أنت متزوج? Are you married? Are you active? هل أنت نشيط? Are you active? Do you have a job? Do you have a job? هل عندك عمل? Do you have a job? Do you have a job? Do you have money? هل عندك مال? Do you have money? Do you have relatives? هل عندك أقارب? أقرباء? Do you have relatives? Do you have relatives? احفظ السؤال كما هو. Do you have? Do you have? Do you have? Do you have? Are you? Are you? ثم غير الكلمة. Do you have children? هل عندك أطفال? Do you have children? Do you have a problem? هل عندك مشكلة? Do you have a problem? Can you speak? Can you speak? هل تستطيع أن تتحدث English ولا طبعا Spanish ولا أي شيء? Can you? هل تستطيع? Can you? Can you help me? هل تستطيع أن تساعدني? Can you help me? Can you cook? Can you cook? هل تستطيع أن تطبخ? Can you cook? Can you translate? هل تستطيع أن تترجم? Can you? Can you? Can you translate? Can you type? هل تستطيع أن تطبع? يعني طباعة الكمبيوتر. What is your favorite color? ما هو لونك المفضل؟ هذه تنطق favorite. Favorite مفضل. What is your favorite color? ما هو لونك المفضل؟ What is your favorite color? What is your favorite food? طعامك المفضل. What is your favorite song? أغنيتك المفضلة. What is your favorite channel? قناتك المفضلة. What is your favorite team? فريقك المفضل. إذن what is your favorite? What is your favorite? ما هو المفضل لديك؟ ثم السؤال الأخير. How is your father? كيف هو والدك؟ How is your father? كيف هو والدك؟ وتغير الوالد إلى How is your family? كيف هي عائلتك؟ How is your day? كيف هو يومك؟ How is your job? كيف هي وظيفتك؟ How is your friend? كيف هو صديقك؟ وتذكر حتى اسمه. How is your friend Jim? كيف هو صديقك جيم؟ ما أريدك أن تقوم به أن تحفظ الأسئلة كما هي. طبعا احنا الآن أخذنا 50 سؤال. كما لاحظت أننا غيرنا كل سؤال إلى 5 كلمات. تستطيع أن تزيد طبعا، ولكن هدف هذا الفيديو أن نخرج ونحن مستوعبين وحافظين. وعيد الفيديو، وهذا ما أطلب منك، أن تعيده حتى تستوعب وتحفظ 50 سؤال تحفظهم. ملاحظة بسيطة جدا، طبعا أغلب الأسئلة تكون موجهة للشخص الذي أمامك، فلذلك أنا ركزت على Are you, do you, can you، ولكن أنت تستطيع أن تغير اليو إلى they، فتستطيع أن تقول Are they upset؟ هل هم زعلانين متضايقين؟ Are they worried؟ هل هم قلقين؟ فهمتوني؟ فهيصبح المحصول أو النتيجة مش 50 سؤال، هيكون أكثر. بس أنا مش طماع، وإن شاء الله أنتوا أيضا مش طماعين. احفظوا أول شيء 50 سؤال. الخطوة اللي بعدها تذكر أن تغير الفاعل من اليو إلى الدي إلى الوي إلى الهي إلى الشي إلى الإت، حسب ما يحتاجه الموقف. أتمنى أن يكون الفيديو فادكم، وكما أخبرتكم حتى لو كان الموضوع صعب احفظ حتى لو كل يوم سؤال، وغيروا إلى الكلمة الأخيرة إلى 5، فأنت باليوم الواحد حفظ 5 أسئلة. في 10 أيام أنت معك 50 سؤال. أعتقد هذا أكثر شيء يضعك على أول خطوة تتحدث اللغة الإنجليزية مع أي شخص تريده. وهذه من الأسئلة المهمة جدا والتي نحتاجها in our life في حياتنا. لا أريد أن أطيل عليكم، لا تنسى الاشتراك وتشارك الفيديو مع غيرك. قمت بدمج دروس مثل هذه وغيرها في قناتي الثانية، ودروس المستوى الأول والثاني والثالث في المستوى في القناة الثانية، الرابط أسفل الشاشة التي أمامك، وكذلك في بداية التعليقات. Good luck. اكتبوا لي في التعليقات ماذا تريدوا، ما هو رأيكم، ما هو اقتراحاتكم، ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع غيركم. مع سلامة الله، هذه الصبور أمامكم.
goodbye.